طب حد بقى يقول لي دلوقتي في ميعاد محاضرات ايه ان شاء الله؟ قومي يا زفت. واد يا طالع. قومي يخرب بيت سنينك، زهقت منك. قوم زمان اهلك واخويا جايين ناقصين. اللي جابك هنا يا زين؟ اللي جابني هنا؟ جابني حظي الاسود عليا وعلى سنيني السودا، جاتك ليلة يوم عرفتك. ولا هيجيب اهلي هنا دلوقتي؟ قال هيجيبوا فطار العرايس. لا لا لا، مش طلبوها يا زين. كلميهم قولي لهم فاضلهم فاضلهم، قولي لهم ما يجوش. اهم جم. اصحى بقى والبس، اصحى بقى يا طلع. طب اخرجي افتح لها. انا العروسة بخرج في الاخر. يا ستي انت هتعملي لي فيها بنعمل مسرحية وانت البطلة الاول والاخر؟ قومي افتحي لهم وانا هجهز واجيلي. فوق وحصلني. بلا سودة عليك. ايه ده؟ ده اللي كان فرح امبارح. كان لحد فين؟ اللهم صل على النبي. ألف مبروك يا عرايس. الله يبارك فيكي، تعبتي نفسك ليه بس يا خالتي؟ تعبك راحة يا دنايا، يا اختي بنت زي القمر يا اخواتي زي القمر. منورة يا خالتي. ايه ده يا ولاد؟ بدر منور يا زينة، اسم على مسمى يا بنت، مبروك. الله يخليك يا عمي منور. الله يخليك. صباح الفل يا أحلى زينة في الدنيا. صباح مبروك يا حبيبتي، ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك يا طارق. مالك يا بنتي في ايه؟ لا انا كويسه. مالي يا حاسك مش مظبوطه كده، في حاجه؟ خلاص يا طلبه يلا بقى. طيب تعالى. بسم الله ما شاء الله، شفت القصر بتاع ابني كله من خير. اسكتي يا وليه محسن من الاصحاب. الله اكبر في عينيك يا اخويا وفي عينيا. امال عريسك فين يا ست زينه؟ بيفوق وجاي. منوره يا خالتي. ربنا يخليكي يا اختي. ولعت ايه ولعت يا طلعت؟ مبروك يا عريس. حبيبي يا ابني. ازيك يا عمر؟ ازيك يا عيني؟ مبروك يا حبيبي. قمر قمر والله يا اخواتي. قمر؟ انت يا حبيبي اللي قمر، مش انت العريس؟ انا قمر. ايه الاخبار يا طلعت؟ طمني يا ابني. ولعت. مصمم تولع فينا برضه؟ ازيك يا ابو نسرس؟ صباح الفل يا طلعتي. مالك يا حبيبي؟ تعال تعالى عشان عايزك في موضوع كده انا وانت لوحدنا. يا عم طب بلاش تخطفني كده. تعالي يا خالتي تعالي. اسمع يا طلعت، انا في كلمتين كنت عايز اقولهم لك امبارح، المفروض كنت اقولهم لك امبارح وما عرفتش، لازم اقولهم لك دلوقتي. ارغي. البت تحطها في عينيك تصونها، عارف لو حاجه لمستها ولا حاجه ضايقتها ولا حاجه جات لها كده او كده هقطع رقبتك، تمام؟ قديم. قديم قوي. افلام ابيض واسود. ايه يا عم جاي لابس ابيض واسود وبتقول كلام ابيض واسود؟ ايه مالك يا عم؟ انت مش انا برضه اخو العروسه والمفروض نقول الكلمتين دول؟ يا ابني ده اصول لازم تفهم، انت حمار. تبرخي. خلاص تركز مع البيت. المهم دلوقتي عايزين نركز في الشغل. نركز في الشغل. الو وحشتني. عايزه ايه يا ياسمين؟
عايزك ترجع البيت. بيت ايه؟ مش هرجع طبعا. بيبي انا اسفه، انا عارفه اني زعلتك بس انا بغير عليك. البيت وحش قوي من غيرك، قضيت ليل طويل قوي معرفتش انام. انا محتاجاك، ممكن ترجعني النهارده؟ هتجيلي دلوقتي؟ ماشي حاضر، ماشي، يلا سلام. هو الواد خالد فين؟ معرفش، خرج ومعرفش راح فين. ريفلكس ضرب، مش قادر. بيبي ما فتحتش مفتاحك ليه؟ يعني قلت ما يكون عندك ضيوف ولا حاجه. لا قادر اقابل حد ولا اكلم حد من غيرك. خش. ممكن ما تزعلش مني؟ هو مين اللي مزعل مين؟ ما انت اللي مزعلاني يا بيبي. بغير عليك، ما تزعلش مني عشان خاطري. هو ايه اللي ما تزعل؟ انت كل شويه تعملي حاجه تضايقني وبعد كده تيجي تقولي ما تزعلش مني، هنفضل على كده كتير؟ ما يبقاش قلبك اسود. خلاص بقى انسى اللي فات وفي صفحه جديده. اوكي؟ اوكي. وحشتك. يا نهار اسود. سوسو حبيبتي، البيبي ده لازم ينزل. بس انا عاوز العيل ده، مش عاوز انزل. مش هينفع، مش هينفع يا سوسو، مش هينفع. بقولك يا سوسو، انت لو عايزين نفضل مع بعض ومن غير مشاكل يا بنت الناس، يبقى تسمعي كلامي وتمشي ورايا. انا عاوز اتجوزك رسمي، عايز اعيش معاك، اعيش خدامه تحت رجليك. ومين قال يا حبيبتي ان انا مش عايز احقق لك كل اللي انت بتحلمي بيه؟ حاضر يا سوسو، حاضر يا حبيبتي، انا هعمل لك كل اللي انت عايزاه، بس استني عليا لما اخلص الدراسه. انا لسه برضه بدرس في الجامعه، استني عليا اخلص دراستي وبعد كده نبقى نتكلم في اللي انت عايزاه. ما انت ما يرضيكيش برضه انها تعطل عن الدراسه يا سوسو. وانت يرضيك ان احنا نغضب ربنا؟ ومين قال ان احنا بنغضب ربنا؟ مين قال ان احنا بنغضب ربنا؟ يا حبيبتي انت مراتي، مراتي، حلالي، اساليني انا. وبعدين هو انا عمري قصرت معاكي في حاجه؟ ما انت اللي بتطلبي بتاخديه. انا مش عاوزه حاجه، مش عاوزه فلوس، انا عاوزاك انت. انا عايزه العيل اللي في بطني. صعبه دي؟ مش صعبه، بس مش وقته الكلام فيه دلوقتي. امال امتى وقته يعني؟ قلت لك لما اخلص الدراسه، اخلص دراستي وبعدين ابقى نتكلم في اللي انت عايزاه كله. اسمعي كلامي يا سوسو، اسمعي كلامي ومش هتندمي. من غير ندم ولا يحزنوا. حاضر، حاضر يا ابن الزواج، هنفذ لك اللي انت عاوزه. ايه يا ماجد، ما تدخل تنام جوه في اوضه النوم، انت نايم على الكنبه كده ليه؟ ماجد، 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 مالك يا ماجد؟ في ايه؟ ماجد، ماجد مالك؟ شفت حاجات كتير قوي. يخرب بيت الزفت وسنينه. هو ورايا ورايا يا ماجد، في ايه يا حبيبي؟ يا رشا، رشا يا حبيبي، مالك في ايه؟ ايوه استني، اعمل لي قهوه ساده بسرعه. ماجد، ماجد، انت بتعمل فيا كده ليه؟ حرام عليك، حرام عليك. اوه خاطر، يلا يلا بسرعه. ان شاء الله هتروح تحلى يا باشا، بس خلي بالك من انا كده يا باشا، ولاهيني على طول. انا عايزك تاخد البضاعه دي. كل البضاعه دي يا سعاده الباشا اخدها ليه انا؟ لا مش ليك، دي هتوصلها لتاجر في شبرا، هديك نمرته ورجالته هيبقوا ياخدوها منك. باشا بس ده اول مره تخليني اوصل كميه زي دي. ماشي، طب لمؤاخذه بقى يا باشا، وعمولتي محفوظه، بس لما تخلص العمليه وسيبني دلوقتي يلا، عشان جاي لي وفد من قبرص. الله اكبر يا باشا، الله اكبر.
واحنا بقينا نصدر بره ولا ايه؟ خليك في حالك يا تربة. حاضر يا باشا، ربنا يخليك لمصر كلها. بالاذن يا سعادة الباشا. انت كويس دلوقتي يا حبيبي؟ اه الحمد لله. ممكن اعرف انت بتعمل في نفسك كده ليه؟ انا ما عملتش حاجة، انا كنت قاعد بكتب اغنية و لقيت مش جايبة معايا، قلت اعمل دماغي يمكن تيجي. ضربت سجارتين فجأة لقيت نفسي ضرب سطرين على ازازتين بيرة، حكيت الدنيا حصل اللي حصل. بس الاغاني ما بتتكتبش بسطرين ولا بتتكتب بازازتين. فوق بقى من الصوت اللي انت فيه ده. في ايه بس يا حبيبتي؟ يعني ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انت فاكر ان انت عايش لوحدك، انا مسؤوله منك. يا اخي حرام عليك، انا مش حامل الكلام ده. ده انا قلبي وقع من الخطه. انت كل اللي انت عاملاه ده عشان بتخافي عليا صح؟ طبعا بخاف عليك، عشان بحبك وعشان عايزاك معايا. بس عايز اعرف انت بتعمل كل ده ليه؟ انا كنت عايز اكتب لك اغنيه حلوه تليق بيك تنجحي بيها. مش انا جوزك؟ اه جوزي، بس لو شربت المحيط كله مش هتعرف تكتب بالطريقه دي. ليه بس يا حبيبتي بتقولي كده؟ عشان انت مش موهوب اصلا، ولو كنت موهوب يا حبيبي كان الكلام طلع لوحده، وهي دي الحياه اللي لازم تعرفها يا ماجد. حياتي ايه؟ انت ايه اللي انت بتقوليه ده؟ بقول لك ايه؟ فكك من الاغاني والشعر والكلام ده. انت الاغنيتين اللي كتبتهم لي دول جم معاك باي لك، وحط في دماغك من دلوقتي انت جوزي ومدير اعمالي وحمايتي وبس. انت اول مره تتكلمي معايا بالاسلوب ده. اول مره تبقى طريقتك معايا كده. في ايه؟ مالك؟ ماجد، انت رايح في سكه انا مش هعرف ارجعك منها، ولو عشان تكتب لي اغاني توصل للمرحله اللي انت كنت فيها دي يبقى مفيش شعر ومفيش شرب. اسمعي يا ياسمينة، انا اعمل اللي انا عايزه، مش انت اللي تقولي لي اعمل ايه وما اعملش ايه. انا هكتب شعر وهشرب وهعمل اللي انا عايزه، واذا كان عاجبك كمان. انت رايح فين يا ماجد؟ 60 داهية. بطلي عياطي يا سوسو هتفضحينا. سوري يا سوسو. أنا عارف إن أنا السبب في كل ده، ما تزعليش مني يا سوسو. أنا بس زعلانة منك، زعلانة من نفسي أوي. خلاص بقى يا أختي ما تزعليش نفسك، أهو هندخل للدكتور وهيتصرف. حظي وحش أوي، حاسة إن كل الناس عارفة بتتفرج عليا. ما كل الناس هنا كده، في إيه يا مالي؟ خلاص كلها سوا تبقى زي الفل. جهاد شوقي. يلا اسمع. قومي يلا يا سوسو. حبيبتي كويس ان الحمل لسه في اوله، لان كل ما طالت فتره الحمل كل ما تعبت في العمليه اكتر. الحمد لله. طب العمليه دي هتتكلف كام يا دكتور؟ انا ما بتكلمش في الفلوس، حضرتك هتقابل الممرضه بره هتكتب لك كل المطلوب في ورقه وتديها لك. خلاص بقى طمني، ما انا قلت لك الممرضه هتتصرف. الو ايه يا عمان، انت اتاخرت كده ليه؟ الدنيا مش امان. عموما كلامك مع الباشا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ فين؟ اسكت. ايه ما عملتش حاجه فيه؟ قلت لك اسكت. الله. ايه يا جماعه انا في ايه اللي انتوا ايه يا باشا؟ افتح الصندوق ده يالا. اه يا باشا الصندوق ما فيهوش اي حاجه. قلت لك افتح الصندوق يالا، معاك مفتاح تفتحه ولا بنكسره بقرفته وبعد كده نكسر دماغك؟ معايا يا باشا المفتاح، بس انت معاك اذن من النيابه؟ قلت لك اخلص يالا. اتفضل يا باشا. افتح اهو. يا باشا مفيش حاجة قلت لك والله. اسكت. الله 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 الله، ده الواحد ما كانش يعرف ان الجواز حلو كده.
اديك عرفت يا اخوي. وخليك عارف برضو ان لو عينك ضغط كده ولا كده هغزقها لك يا طارق. وعليك يا زينة، ده هي لسه صغير عليك يا طارق. مش قلت لك تقفل البتاع ده؟ استني بس يا زينة، ده شكله رقم مهم كله صفار. ده وقته. استني بس اشوف مره. الو يا باشا، اعزام عليك طلعت مع حضرتك يا باشا. ماشي يا باشا، ماشي يا باشا، معاليك هكون عند معاليك فورا. يلا سلام. في ايه اللي حصل؟ في ايه يا طلعت؟ ما ترد. الحق يا باشا، طلبة اتمسك معاليك مش هتعرف تعمل له اي حاجه. اصل انا اخته عامله لي عوق في البيت، اصل اخته مراتي، والمصيبه ان احنا لسه متجوزين قريب، ده يعتبر اول يوم لينا في الجواز. على العموم مش هيقدر يطلع قبل ما تعرض على النيابه، ساعتها بقى نقوم له محامي ونشوف له اي ثغره قانونيه كده يطلعوا بيها، بس ده مش هيحصل قبل شهر ونص شهرين. شهر ونص شهرين؟ ده كانت اخته تعمل لي مناحه في البيت. بقول لك يا طلعت، ما تسيبك من طلبة بقى وتخليك انت الراجل بتاعي في منطقتك. انا هديك البضاعة واما تبيعها يبقى ابعت لي فلوس. ها قلت ايه؟ طب لما طلبة يخرج من السجن انت عايز تشتغل ولا لا؟ عايز اشتغل، ده انا نفسي اشتغل، نفسي ابقى امبراطور كبير، بس تحت ايدك طبعا يا باشا. خلاص انا هخليهم يجهزوا لك البضاعه. طلعت ايه يا باشا؟ ركز معايا شويه، انا مش عايزك تشتغل في منطقتك وبس، لا انا اهم حاجه عندي شباب الجامعه، عايز الكل يضرب اللي معاه واللي ما معهوش، عايزهم يتلقوا على الاخر، مش عايزهم يتكلموا في السياسه. يا لهوي على دماغك يا باشا، دماغك سم طبعا. وانت باشا ازاي الا ما مخ وعضلات تعرف تنفذ الكلام ده؟ دراعك اليمين يا بص.